سجل بياناتك ذا الوقت وهتقبض قريب. لينك التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2023 عبر موقع وزارة القوى العاملة. لينك التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2023. الآلاف من المواطنين يبحثون عن لينك التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2023، حيث تم فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني على مدار اليوم. كما تواصل الوزارة عمليات حصر العمالة الغير منتظمة استعدادا لصرف منحة 1000 جنيه التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. لينك التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2023. والآن نقدم لكم لينك التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2023 عبر موقع وزارة القوى العاملة بالخطوات البسيطة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أمر بإعادة صرف منحة العمالة الغير منتظمة للمواطنين الفقراء قبل أشهر من الآن في إطار اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية برعاية هذه الفئة من العمال وتقديم يد العون والدعم لمواجهة الظروف الاقتصادية والأعباء المعيشية الصعبة. ولن مع خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023. في البداية قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة المصرية، ثم قم بإنشاء حساب خاص بالعمال الذين يتقدمون للمنحة المقدمة من قبل الوزارة. بعد ذلك قم بقديم كافة البيانات الخاصة بالمتقدم بدقة، ثم قم بإدخال الرقم القومي والاسم الكامل في النهاية، ثم قم بإدخال رقم هاتفك، ومن ثم اضغط على زر التسجيل. سيتم إرسال رسالة نصية لك توضح هل تم قبولك أم تم الرفض. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023. وكشفت المصادر أن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023 سيكون خلال شهر ديسمبر المقبل وقبل نهاية العام الجاري 2023، وذلك للمستحقين من هذه الفئة الذين لم يستفيدوا من أي من برامج الحماية الاجتماعية مثل معاشات التضامن الاجتماعي ومعاشات تكافل وكرامة. شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2023. تصرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023 لعدة فئات وفقا للشروط المعلنة. من لا يحصل على قوت يومه: الشخص الفقير ومحدود الدخل، الغير مستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل معاش تكافل وكرامة.